نقطتين تخص سمعة القضاء بغض النظر عن عما تقوله في قدام حسين أو أخوانه، وسمعة العراق. ظلون أنتم عراقيين وصدام حسين حي أو ميت راح يظل عراقي وعربي ومؤمن. أقول عراقي لأن العراق أكثر من قومية واحدة، لازم أحتج به. وأقول عربي لأن انتمائنا. فلذلك حتى لو كان أحد منكم لا يصلي، في دستور الدولة، سواء الدستور اللي وقع صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي على العراقيين، الإسلام دين الدولة. فأنبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل. لا لم تهمل، لكن الشاهد كيف ما تهمل؟ لا يمكن مقاطعة. كيف يؤجل رب العالمين؟ يؤجل حق رب العالمين ويسمع لإفادة وصفة